هكذا تبدو الصورة في سوق وسط الكبير للأسماك. ثروة سمكية كبيرة بسبب تنوع مصادر المياه في المحافظة، وهذا ما جعلها تنتج ما يقارب 13 ألف طن من الأسماك سنوياً. وبسبب انخفاض درجات الحرارة يفضل الصيادون هنا ساعات شروق الشمس الأولى للبدء بالصيد قرب سدة الكوت لاستغلال هدوء المياه وقلة حركة الأسماك التي تكون قريبة من السطح بحثا عن دفء الشمس. وعلى الرغم من وفرة الأسماك في هذا الموسم فإن أسعارها ارتفعت نسبيا، والسبب بحسب البائعين هنا يعود للطلب الكبير عليها هذه الأيام وصعوبة تواجد الصياد فترات طويلة في النهر، ولا سيما أن درجة الحرارة تقارب الصفر في ساعات الصباح الأولى. تصير غالية، جو بارد، صيود منزل للشاب، تصير قليلة، تصير عليها سحب أكثر من الصيف، الصيف ما عليه سحب لأن الجو حار وهاي كهرباء ماكو، تعرف سمك بالشتاء بالصيف ما ينوك الحار. الإقبال المتزايد على الأسماك جعل بعض التجار هنا يباشرون بحفر بحيرات اصطناعية شمالية وسط تسهم في دعم هذا القطاع وإنتاج أنواع لا توجد في وسط كالكارب والسيلفر، إلا أن ذلك لم يقلل من أسعارها، والسبب بحسبهم ارتفاع أسعار الأعلاف وندرتها. 3 دينار هسه ام 5 صارت ب7. يا بليش قالوا والله العلف صعدوا علينا، صعدوا العلف علينا وسووا مكاتب، والمكاتب تاخذ واذا ما تروح للمكتب ما تشتري من الحقل، ولهذا السبب السوق كله معلق. وتتميز اسماك واسط بكونها الاقل ملوحه من بين اسماك العراق كلها، وذلك بسبب سرعه جريان المياه هنا حيث تعد الاشد في كل مسيره دجله، وهذا يقلل الترسبات الملحيه في النهر ما يؤثر في طعم السمك. من واسط حمزه الاسدي، UTV.